أعزائي المشاهدين، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج التحدي. حلقتنا اليوم من جديد في برج الرابي. رحب أخوي أبو عبد الله. شو أخبارك أبو عبد الله؟ يا أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. نورتنا. ياك الله. أنت اللي جايبني للرابي من جديد. تستاهل. ليش؟ عندنا مغامرة جديدة بعد. تحدي جديد. تحدي جديد إن شاء الله. المسافة اللي خضناها من بحر خورفكان إلى برج الرابي تقريبا 7 إلى 10 دقائق بالسيارة. نقدر نقول بالدراجة كم دقيقة؟ يعني مال تقريبا 25 دقيقة. لو جيناها مشي، انا بتكلم من السوق القديم، لو اخذناها من السوق القديم لين هني كم دقيقة واخذ؟ يعني عبر درب النخيل، تذكر الدرب الاولي اللي كنا نمشي فيه؟ معروف. كم دقيقة تقريبا؟ نص ساعة. نص ساعة؟ نص ساعة. حلو، نص ساعة هاي اذا لفينا على الشارع، لو ركبنا الابل؟ لا بتكون اقل. بالعكس بتزيد، انا بركب ابل. لا لكن المسافة بتكون اقل. والله هاي حسبتك، شو رايك نجرب هاي التجارب؟ نجربها. مو باليوم بس، اليوم عندنا تحدي جديد. سمعت انك بتنومني فوق الليبل. تستاهل. والاغراض اللي اشوفها اغراض نوم. والله الجو يستاهل ان الواحد يفاق. يعني بنخيم. باذن الله. تخييم؟ ان شاء الله. جاهز؟ جاهز. شو ادواتك؟ كل شيء. كل شيء؟ نعم. نبغى نتعرف عليها. الباك باك عندك. الحقيبة؟ طبعا. حقيبة الظهر؟ ايوه، الحذاء حق بعد ما تبدل انت. الراحات؟ الراحات. لما نوصل المخيم نقدر نقول؟ يعني جوتي راح يضايق طول فتره جسمه، فتحتاج تريح رجلك بهذا. بالضبط. عصا الهايكينج او المسير الجبلي. يا سلام. اشوف يا عصاتين او اربع. ثنتين لك ثنتين لي؟ ايوه. انت بتحتاجهم؟ انت تحتاج زوج. احنا بنحتاج اللي حامل الحقيبه الثقيله، منو فينا بيشيل؟ هو اللي بيحمل. اثنيناتهم ان شاء الله. يا سلام عليك. ان شاء الله. شكلك بتعبل علي. كمل انت باقي الاغراض. هذه طال عمرك اليلسه اللي القعده على الصخور، لما بتحصل صخره تبي تقعد عليها، فعندنا قطعتين، واحده لك واحده لي. تفرشها شي وتتيلس وانت مرتاح. هاي بالنسبه للخيم، سجاده صلاه، كيس النوم او السليب باك، هاي بثنتين، واحده شوي خفيفه اذا الاجواء كانت خفيفه، وحدة ثقيلة شوي للأجواء ثقيلة. لاحظ هني درجة الحرارة فيها هذه، واو كم هذه؟ كم كم كم؟ 5. لو توصل لـ5 ممتاز. فأنت تقدر تاخذ راحتك اليوم أو الليلة. عندنا أيضا مخدة. تنام وأنت مرتاح الليلة. عندك أيضا الماترس، جاكيت، جاكيت فليس، الأجواء بتكون باردة. ضوء للرأس، عندك واحد؟ عندي. أنا عندي واحد وعندي واحد سبير بعلو نقصك. لذرمان، عدة ترحال، سكين، لو احتاجنا نقص خشب ولا شيء ولا حبال. صفارة، يمكن أضيع عنك ولا أضيع عني، أنا أديك تناديني. كوب، نحتاج يمكن تسوي لنا شاي قهوة، موجود هالكوب. ممتاز. عندك سكين إضافية من النوع القوي اللي تقدر تقص حتى الخشب. طيب هذه مالتك أنت، عطني إياها. هذا عبارة عن غترة. غترة؟ إيه، متعددة الأغراض، ممكن تحطيها على رأسك. فيها أشيلها، ألف راسي، أسبح فيها فوقها، ألف فيها جسمي، كل شيء أسويه. الأجواء قد تكون باردة، بنحتاج شيء يقيك من يقي راسك، كذلك أذنك. عدة إسعافات أولية ضرورية دائما تكون ويانا. كذلك عدة الطبخ. ناوي تطبخ؟ إن شاء الله. لا. هذه طبختنا جاهزة تكفينا حق يومين، اليوم وباكر. على شو تحتوي؟ خلني أعرفك عليها. هذا طال عمرك عشاك اليوم وريوقك. من صدقك أنت؟ نعم. أنا آكل وايد ترى. هذا اللي بتاكله يكفيك على ضمانتي. إن شاء الله. وبأشرح لك هناك شو داخله وشو فيه وكيف طبخناه وكيف جهزناه. طيب إن شاء الله. أيضا إذا جعت هذه استديوعك إن شاء الله، وتعطيك سكريات أيضا بإذن الله. طيب كيس نوم لكن من نوع خاص، إذا حبيت أنك ما ترقد في الخيمة تقدر تنام عليها إذا كانت الأجواء إن شاء الله زينة. ليت حق الخيمة بتصير أجواءك رومانسية مثل ما يقولون. الأشياء اللي بتحتاجها أيضا كريم مثلا الجروح جيتك في الريل أو شيء، تقدر إن شاء الله تستخدم في هذا. شو بعد؟ ملعقة وشوكة وبس، خالصين وجاهزين. جاهز للانطلاق؟ جاهز. شوف تحدي خورفكان الجبلي
الرقم القياسي كان فيه 21 دقيقة صعود جري. تتخيل نحن شايلين حقائب وأدوات كل هذه كم بناخذ؟ 35 دقيقة 40 دقيقة؟ لا أنا أتوقع أكثر. والله؟ يمكن 45 دقيقة. إذا بدون توقف؟ إذا بدون توقف قدر المستطاع، إذا وقفناها دقيقة وقفات خفيفة يعني مال بس تعديل نبضات القلب مثل ما يقولون. إن شاء الله. خليك جاهز. جاهز. رحلتنا بتكون حلوة ولها أسرار عقب ورا الليبل. على تحدينا اليوم 35 دقيقة نوصل فوق؟ إن شاء الله. أنا أظن ما نقدر. نحتاج 40 بالكثير. 45 أنا أظن. بإذن الله. أنا بشغل التطبيق وبنبدأ بننطلق يا بعض. إذا تقدمتك خلني، لا تناديني ولا راح أنتظرك. الوعد وين؟ موقع التخييم. إن شاء الله. جاهز؟ جاهز. بجهز الحين التطبيق وإن شاء الله عند مدخل بوابة أشغله ومتوكلين على الله. بسم الله. جاهز؟ جاهز. شيل أغراضنا سريع؟ بسم الله. يلا. أبو عبد الله جاهز التحدي؟ جاهز. كم قلت 35 ولا 45؟ 35 ل40. بشغل التايمر ترى. إن شاء الله. مرة. توكل على الله. بسم الله. سلام. الله عليكنا. ما ادري ابو عبد الله وين واصل. كم كملت الحين؟ وهذه 42 دقيقة الحين. 42 دقيقة ابو عبد الله الحين ما وصل. ابو عبد الله انا وصلت موقع التخييم، وين انت تسمعني؟ ايوه ايوه اسمعك بوضوح. حدد موقعك، وين واصل ابو عبد الله؟ وراك. ياي ياي عطني فلاشات، عطني فلاشات من ليتك. اوكي شفتك 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 يا ابو عبد الله، قريب انت، خلاص واصل قريب، انتظرك انا. عاده هذه الرحله طيب عاده هذه الرحله ما تاخذ مني يعني هذا الوقت 42 دقيقه، وابو عبد الله تقريبا يعني 45 دقيقه تقريبا كمل. عاده تكون اقل، لكن الحمل كان وزنه عالي علي، بالاضافه الى السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. الحمد لله السلامة. الله يسلمك. تمشي على راحتك ولا تعبان؟ والله لا على راحتي. الليل عتمة. وانت ضايم صباحي. والله انا تعبان وياي وقفت كلامي وعسف قصايدك، انا ادري طول الوقت قاعد قصايد وكلام وتهوجس فيها الليل. لا حرام عليك. على فكرة ترى الحين القمرة بتشوفها مجنونة. تظهر لك شيء من على سطح الماء، من على صفحة الماء. أوكي. شيء مجنون. الليلة قماري مثل ما يقولون. الحمد لله. لا تسري يا ساري. الله أدري وتو الليل. صح ولا لا؟ اليوم ما ضيعت الأغنية والقصيدة. عادة أنا ما أخذ هالوقت كله، كذلك أبو عبد الله يعني، لكن اليوم الحمل كان كبير على ظهورنا، بالإضافة إلى فريق التصوير يعني حقيقة شوي بطيئين، فعدتهم ما شاء الله كبيرة، يعطيهم ألف عافية. ما شاء الله يعني كانوا ذيابة ذيابة إن شاء الله. المهم عبد الله حبيت تفقد المكان، تعرف هذا المنطقة اللي جينا فيها أفعى المرة الماضية، فالآن لازم نتأكد منها. لو تلاحظ المنطقة هي عبارة عن بطحة أو نقدر نقول يعني منطقة مستوية رملية، عادة الأفاعي ما توقف على هالأماكن، هي تبحث عن المخابئ، فأي منطقة كذي أطرافها مر عليها مرور، مجرد ما الأفعى حست إن في إنسان راح يجلس في هالمكان خلاص هي بتتركه وبتروح بعيد. عقب إن شاء الله نقدر نفرش خيمنا، وقبل لا نتأكد من المكان نذكر ربنا ونذكر دعاء المكان. شو دعاء المكان أبو عبد الله؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء،
وهو السميع العليم. طبعا ثلاث مرات. واعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثلاث مرات ايضا. نعم. وآية الكرسي طبعا تحفظنا ان شاء الله من كل شر. وعقب ناخذ باسباب يعني المكان ونبحث ونشوف اذا لا سمح الله في اشياء ضاره هني كافاعي ولا شيء من هالقبيل. ان شاء الله. نتوكل على الله. بسم الله. أول شيء لازم تسويه إنك تغطي جسمك. شوف تحني يا عرقان. يا جاكيت. أنا جاكيت وياي. جاكيتك وين؟ عندي جاكيت. من أفضل جاكيتات في الرحلات الجبلية هذه مادة الفليز. هذا القماش خفيف ويعني يمنع دخول البرد للجسم وما يحتاج لكوي، ما يحتاج ل يعني قصة طويلة. أهم شيء رقبتك هاي غطاليها تمام. الأشياء المهمة بعد الله سكريات، لازم تاكل سكريات في رحلات الهايكينج. شو تختار؟ سنيكرز. طلق واحد. شكرا لك. تسمع صوت أصوات صراصير الليل؟ يلا شوف القمر شلون. يا الله تعال اليوم ليلة كم؟ 13 اليوم؟ لا اليوم اعتقد 17 اليوم 17. يا ويلي ليلة قماري. ولا تسري يا ساري ما بنجلس هنا. عبد الله خلي اغراضنا عقب بنرتبها وعقب بنشيك المكان. خل نروح نقعد على الهار نشوف ضوء القمر على صفحة الماء. اطلع يا قمر غيبي يا نجوم ونور بالسفر من بين الغيوم يا زاهل خصر قلبي لك اسوم. الله هاي لحظة القمر بعبد الله تنشر بفلوس والله ناس تسافر عشانها. اي والله ترحى البلاد. انا اذكر كنت في اليابان كانوا يقعدوني من الصبح أكون طبعاً سهران. أنا كنت سهران يقعدوني غبشة قم ليش والله لحظة شو اسمه شروق الشمس شروق الشمس شو ما فيها شرق الشمس شو لي فيها يقولون نو شروق الشمس السنسيت والسنشاين والسنرايز والش اسمه شروق القمر ظهور القمر على صفحة الماء. هاي الكلمات كلها بالنسبة لهم أشياء يا أخي كانت مقدسة يعني صدق يؤمنون فيها يحسون أن هي تجدد الطاقة أن هي مثلا تبعث الأمل التفاؤل ولو كانت أشياء غلط لكن يعني هذه هاي معتقداتهم. فأنا هاللحظة اليوم أشتريها صراحة. يا سيد البشر عمري لك أسوم لو تصبر دهر لو بصبر دهر أروم لو ما أروم لا روم. يا سيد البشر عمري لك أسود لك بصبر دهر أروم لو ما روم. تروم ولا ما تروم؟ أروم. يلا عطنا قصيدة من صوبك بعد. ما لنا في الأمور هذه. والله اشرب ماء اشرب ماء. الله يهديك يا رب. آمين. يهدينا وياك. تحب تتأمل؟ لا عارف أسوي اليوغا الهوائية. يا ويلي عطنا كذي يوغا وانت جالس على هالخشبة. يوغا بأسلوبك عاد هوائية. أعطيك هي
يا سلام ما شاء الله عليك. هذا شو يسمونه هاي؟ عقلة؟ لا هي تعتبر من اليوغا؟ اليوغا هي اليوغا اللي تجلس و هاي نفسها؟ استرتشات وفي الهوائية، الهوائية يكون فيها شوي ايوه لوت أعلى وكذا. يا سلام عليك. وين يصير الحين؟ مخيمنا؟ يلا ترى الجو بارد، شوف كيف شعر ايدي نط. نفرش الخيم؟ نفرش الخيم شوي بس نطمن اول شيء على المخيم نشوف وضعه كيف. قلت لك انا من يوم هذاك اليوم شفت الافعى وهي ها ما مخلتني ارقد، كل يوم احلم فيها. طبعا وديتها هناك اقول لك في الشعبه وهديتها راحت تسرح في حالها. الحمد لله لك يا رب. نصلي؟ ما صلينا بعد، ما صلينا العشاء بعد. نتوضا؟ عندك ماي كافي؟ عندي. ترى يكفينا الوضوء؟ عندنا زايد. عندنا؟ توكل على الله. بسم الله. قوي ما شاء الله ما شاء الله. هذا ما يصلح ترى المواقع التخييم، هذا يصلح حق الكهوف، حق المناطق يعني استكشافية، تبي تستكشف مكان هذا اللي ممتاز. احييك عليه صراحة. اشكرك. اشتغل بالكهرباء ها؟ لا شار 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 زين. الحين تشيكنا على المكان. اوكي شفنا كيف وضعه ان شاء الله امن. الحين باجي بس نحط خيامنا في مكان احنا عندنا اطلاله قمريه واطلاله شمسيه، الشمس ايضا تطل من هنا، فبنخلي الباب باب الخيمه مويه البحر. هسه بنشوف البحر وشروق الشمس، هالمنظر الجميل اول ما نصحى الصبح ان شاء الله. ان شاء الله. زين انا بعطيك مهمه الحين، تجمع الحطب هسه بنوري، لان صراحه الجو بارد وانا بنصب الخيام. أمورك طيبة؟ أموري طيبة. توكل على الله. أبو عبد الله. يا هلا. الخيام جاهزة ترى. أقول الخيام جاهزة. الحمد لله الأمور طيبة. تعشوا وبعدين بننام. من وين جمعت هالحطب بعد؟ والله أخذتها من الطرف الثاني. شوف حطب السمر زين حق تورية الضوء، لكن إذا كان قديم وايد خلاص. تحسه خفيف شوي. بالضبط. هذا عشاك اليوم. كنت مستغرب طبعا انت اني جايب لك بس هذه العلبه الصغيره وفيها لها. زين شلون بسوي الحين؟ شوف هذا السمر لها بس قشر ما في شيء داخل، هذا ما يفيدك. لا هذا ما يفيدك. احسن ما يتم كذا والله. خلينا نحرقه. يلا احرقه. فتت شوي. هذا القرص المفتت، تحط عليه شوي عسل، هو طبعا مصنوع من الدقيق او القمح او العجين مثل ما يقولون. هو لحد الان مو مطبوخ؟ عقب ايه. لا هو مطبوخ جاهز مره. أوكي. هذا تطبخه بالسمن العربي
وتجهزه وتقدر تخليه يعني أيام لا يضر شيء ولا شيء. عقب إذا بتطلع رحلات كذي برية جبلية تخلطه بالعسل أو تكرر عليه السمن من جديد ويصير مية مية. هذا كان فطور وريوق وغداء وعشاء الأولين. الحمد لله على النعمة. الحمد لله نحن بنعمة. سبجي لما نطلع رحلاتنا أبو عبد الله إحنا دائما هذه وجبتنا. لو تصير أسفار طويلة قيض شتاء حر برد مورة طيبة لا يخرب ولا يخيس ولا يتأثر بشيء أبد. يبيله زيده عسل شوي. يعني حطيت حين شوي وعقب بزيده. يلا أبو عبد الله حين بناكل عشاننا. تفضل هذه شوكتك. أبو عبد الله مبين الأكل مو مستوي 100%. لازم نحطيه شوي على الضوء بعد. عطني الخشبة عشان نزود النار. لا. تدمن بعد كامل. خلها شوي بس تولع. يا اخي عندي صوره حقك ابو عبد الله يوم كان عمري تقريبا يمكن 9 سنوات او 10 سنوات. والله يا سي نفس هالجلسه تذكر تحت جبل القادسيه الصخره الكبيره وقدامنا موقد وقاعدين نطبخ ويعبين لنا جدر جيم البيت حتى كان وياي اذكر عمر بطخالي واحمد الشايب وراشد البلوشي. سبحان الله مرة هاي اللحظة توي الحين تذكرت فيها ذاك اليوم مرة من نعومة أظفارنا احنا مغامرين. سبحان الله نعومة أظفارنا ونحن كذي مشاغبين. والله أذكر والدتنا وينكم هذا تحت الليبل قاعدين يطبخون ريوقهم. لا لحظة ما جهزت ترى بزيد عليه شوي عسل بعد بيصير 100%. طيب على ما أعطيك شيء أعطيك إياه صح. شيء ناقص ما يصلح. نبي له قهوة. أوه. قهوة هالسوالف بالليل وأنت في رحلة الآن دا ما يصلح. عشان ترقد رقدة صح. صوت صراصير الليل تخلي النوم مرة هادية. شو الفرق ما بين التخييم على البحر والتخييم في الجبل؟ أنا هدوء أكثر. ما شاء الله. الجبل هدوء أكثر. البحر انت نايم على صوت الموج بش بش بش. شوف ادخل تدور الحلو يا صوبي. بعدين البحر الكل يوصله يعني قريب بالسياره وكذا بالضبط. تحصل الناس كلها متجمعه اوقات ممكن تسبب لك ازعاج. بالضبط. هنا بعيد انت لباله خلاص شارد عن العالم. يا سلام انت في خلوه. باكر طال عمرك بنصحى ان شاء الله على اذان الفجر نسمع صوتك ان شاء الله وانت تأذن. عقب بنصلي وبنعين خير بناكل لنا شيء من هاللقمه الطيبه اللي في ايدك مره لا تخلصها اليوم خلنا منها شيء باكر ان شاء الله. وعندنا طعمك هذه التمرات بعد خفيفه سكري وان شاء الله ناويين على اعلى قمه في هذا الجبل اللي هي قمه جبل الرابي. هي تعتبر أعلى قمة في سلسلة الجبال الشرقية لمدينة خرفكان. مطلع على المدينة شوف إطلالة المدينة هنا بالليل ما أحلاها. إطلالة جميلة. جميلة نعم. هي إضاءة المدينة كذي منورة ما شاء الله. وغير إطلالة البحر بعد. وتحس السفن داخل البحر كأنها نجوم. والقمرة شي طالعة فوق يا الله. اليوم عاد قماري ما نحتاج لا ليتات ولا أضواء ولا شيء. وعندك على القمة إن شاء الله هناك في علم. عادة يعني يحطونه بعض الناس آخر علم حطوه اللي هم فتيات سجايا فريق المغامرات بفتيات سجايا الشارقة ما شاء الله عليهم عندهم فريق مغامرات مجموعة من الفتيات تدربوا وسافروا لعدة دول فهم حطوا آخر علم أنا كنت معاهم فهالمرة إن شاء الله نحن نبدل هذا العلم أنا وأنت. الدخان مره دخل في عيني دائما يقول لك الدخان تروح عند الحلوين واحنا سبحان الله حلوين يعني دخلنا لحقت لنا وين ما يصير. ها ابو عبد الله طاحت النار ما شاء الله شبعت ان شاء الله.
الحمد لله. الحمد لله. عندنا إن شاء الله عقب نزول على البحر، هذا البحر يعتبر شاطئ خفي أو شاطئ سري، وفيه الكثير من الأسرار حوله، فلنا خاطر والله نزوره، ما سمعنا أن أحد دخله، فهذه فرصة أن احنا ندخله إن شاء الله ونتعرف عليه ونشوف شو الأسرار هذه اللي فيه أو شو هالخرافات إن كانت أو حقائق فيه. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. جاهز تروح ترتاح ترى إن شاء الله. ولا مغامرتنا باتر، تحدينا باتر إن شاء الله، لازم نرتاح ترتاح أجسامنا وأذهاننا إن شاء الله، ونصبح الصباح على القمة ثم على البحر إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نختم حلقتنا لهذا اليوم. إذا حبيتوا تسووا مثل هذه المغامرة أو هذه الرحلة، لا تنسون تشاركونا عبر وسم التحدي، وفي أمان الله.